مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، منورنا في وشي وبرحب. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا. النهارده لمودة بيروت في مصر، كلمني عن حضورك. والله ده حدث جميل جدا، واحنا يعني في منتهى السعاده ان لبنان معانا هنا، لان احنا يعني اشقاء طبعا، ودي حاجه تسعدني، وان شاء الله تكون حاجه حلوه ونقدر يعني نقدم مع لبنان حاجه تشرف يعني ان شاء الله. الشعر عموما يعني بتكون حاجه مهمه جدا لكل البنات، بيبقوا دايما حريصين ان هم يعرفوا ايه الجديد، ايه جديد الالوان، ايه جديد القصات. احنا خلاص تقريبا دخلنا في الشتاء، ايه الموضه؟ هي الموضه في الشتاء الطول مليه كده اللي هو متوسط، الالوان طبعا الموضه البنيات، وطبعا الاحمر بالنسبه للشرق هو سيد الموقف، وطبعا الموضه البلاتينيه قوي والجري موضه قوي، هو كان في الصيف موضه بس برضه فضل في الشتاء موضه، بس معطوط فيه الوان ثانيه. دي الموضه والطول متوسط الموضه، وان شاء الله يعني انا بشوف طبعا ان اهم حاجه ان كل واحده تعمل حاجه اللي تليق عليها، لان الموضه كترت جدا، بقت في كل حاجه موضه الحقيقه. يعني البنت عادة ما بتملش خالص لموضوع ان هي تقص شعرها، يعني اعمل اي حاجة غير ان انت تقص لها شعرها. في حل للموضوع ده انه البنت يكون شعرها يعني شكله حلو وان هو تقيل وشكله لطيف وفي نفس الوقت ما يبقاش قصير؟ والله انا مش عارف ليه عقدة الشعر الطويل دي، ما ان انا بعتبر الشعر قصير ستايل، ولما الواحد بيقص شعره بيبقى ملفت، لان كل الناس شعرها طويل، لما انت تبقى قص شعرك ولايق عليكي احلى ما يبقى طويل وخلاص يعني. فاحنا بنحاول نقنع الناس تقص شعرها. طيب مين من اكتر الفنانات اللي انت اتعاملت معاهم كنت حابب قوي الشغل معاهم؟ والله انا كل الفنانات اتعاملت معاهم، يعني من اول الله يرحمها فاتن حمامه لكل الجيل الجديد، بس طبعا صديقه عمري والاخت عزيزه بالنسبه لي طبعا الفنانه ليلى علوي. ربنا طبعا يعني الحقيقه كانت عامله عمليه وهي في سويسرا، عشان كده مش موجوده، ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. ليه اشمعنى بتختار يعني اشمعنى ليلى علوي اكتر حد انت بتحب تتعامل معاه؟ ليلى علوي انا ابتديت اول ما فتحت فيرمونت شيراتون، كان زمان شيراتون، اتعرفت على ليلى، وبعدين ليلى جت عملت لها تغيير وبقينا اصحاب، وهي كانت وش خير عليا وانا وش خير عليها، فعشان كده علاقتنا مرتبطه ببعض طول الوقت.